10 الظهر. وفي عالميها، المرصد التونسي للخدمات المالية يحذر من التلاعب بإجراء تخصيص 8% من أرباح البنوك لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. قريباً دخول معبر حزوة الحلودية الرابط بين تونس والجزائر حيز الاستغلال. معاناة عدد من أولياء التلاميذ يشكون من صعوبات التعلم وعراقيل إدماجهم في المؤسسات التربوية العمومية موضوع متابعة في النشرة. 34 شهيداً في 3 مجازر صهيونية في قطاع غزة، ومنظمة الصحة العالمية تصف الوضع في غزة بالرعب الحقيقي. إلى التفاصيل. مستمعين الكرام، تحية طيبة. أعطيت مؤخرا إشارة انطلاق الصبغة التجارية لمعبر حزوة الحدودية ليكون نافذة للمبادلات التجارية تربط بين ولاية توزر والجزائر ومنها إلى بقية الدول الإفريقية. الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية شكري الجبلي. تم إعطاء معناها إشارة انطلاق الصبغة التجارية لمعبر حزوة. معبر حزوة هو معبر بري يربط معناها تونس بالشقيقة الجزائر. معبر حزوة كان يتمثل نشاطه فقط في تنقل المسافرين ونقل بعض المعدات الخاصة بالأنشطة البترولية. تم تجهيز المعبر بعديد الوسائل اللوجستية والإمكانيات لاستغلاله. بطبيعة الانطلاق في استغلاله بصفة فعلية مرتبط بمزيد التنسيق مع الشقيقة الجزائر حول بعض الإجراءات وبعض النواحي اللوجستية. المعبر هذا معناها نعلق عليه أمال كبيرة برشا، أنه باش يساهم في تنمية جهة حزوة وولاية توزر بصفة عامة، باش يساهم كيف كيف في تطور المبادلات الاقتصادية والتجارية بين تونس والشقيقة الجزائر وبلدان الإفريقية. حذر المرصد التونسي للخدمات المالية من أن يكون الإجراء الجديد الذي يفرض على البنوك تخصيص 8% من أرباحها لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة دون ضمانات عرضة لممارسات المحاباة والمحسوبية، معبرا عن تخوفه من التلاعب بمعايير منح القروض من طرف البنوك في غياب الضمانات، خاصة مع تمتع البنوك بحرية نسبية في اختيار المستفيدين، ومن أن تخصص الأموال أساساً لخدمة مصالح عدد من المقربين من البنوك وفق بيان أصدره المرصد. وفي تصريح لقسم الأخبار، قدم رئيس المرصد التونسي للخدمات المالية عبد اللطيف هدية الحلول التي يراها هيكله كفيلة لتلافي هذا الإشكال. الهدف نبيل منها، لكن في التطبيق باش نلقاو عديد مطبات. اهم المطبة انه باش تكون اليوم ما ثماش شفافيه، وانه نجم التمويلات هذو ما يمشيوش بحق المؤسسات الصغرى اللي مسحق عليها، خاطر تم مؤسسات كبرى نجموا يبعثوا مؤسسات صغرى جديده وياخذوا قروض ما غير ضمانات، لكن المؤسسات الام هي اللي تلقاها ضامنه. ثم المبالغ اللي نحكيوا عليها راهي مبالغ كبيره. واقترح بتاعنا انه نقنوا العمليه، والحاجه البنوك ما عادش تتصرف بنفسها وحدها فيش كيما اللي تحب واللي ما تحبش الشركات هذوما، نجعلوا هيئه ولا انفون هو اللي يتصرف ويراقب المبالغ هذوما. ثاني حاجه، ماذا بينا لو كان وزاره الماليه هي تاخذ مبادره بيدها ونشرعوا دفاسون اللي نخلقوا صندوق تحت تشرافها هي، يقولونا انا هما القطاعات الفقيره اللي مستحقه الدعم يمشيوا لها المبالغ هذوما. توفر الوكالة التونسية للتكوين المهني خلال السنة التكوينية الجديدة أكثر من 400 اختصاص في 136 مركز تكوين على كامل تراب الجمهورية. مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة فاتن العدسي أكدت أن كل الاختصاصات مطلوبة في سوق الشغل، خاصة في قطاعات النسيج والإكساء والجلود والأحذية. نحكيو على 136 مركز تكوين في كامل تراب الجمهورية، أكثر من 400 اختصاص في مختلف المستويات التكوينية، اللي هما شهادة مهارة كمستوى تكويني أول اللي هو من السنة السادسة ابتدائي فما فوق، شهادة الكفاءة المهنية من التاسعة أساسي فما فوق، فيها تشغيلية كبيرة. بالنسبة للمؤهل تقني مهني السنة الثانية ثانوي منهات فما فوق، المستوى اللي بعده هو مؤهل تقني سامي للناس الناجحة بكالوريا. بالنسبة للشهادة الكفاءة المهنية من عام لعامين،
مؤهل تقني مهني عامين ومؤهل تقني سامي عامين ونص. في التكوين المهني ما فماش ليميت دائر، المهم فوق 16 سنة كامل ولايات الجمهورية. والبارح مازلنا كيف هبطنا الاختصاصات اللي مازالت مفتوحة برشا، توا قاعد تجيونا تسجيل، نحن بدأ في جوان برشا اختصاصات سكرت التسجيل، ما بقات اختصاصات مفتوحة، كل شيء مطلوب. المهم اليد العامل الكفء البناء على النسيج والإكسام مطلوب برشا، سيغتو في النيفو سيابي اللي هو عليه إقبال كبير من الشباب. الجلود والأحذية مطلوبة برشا، فيها تشغيلية كبيرة. من جهة أخرى، أفادت مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن العدسي بأن أكثر من 70% من خريجي التكوين المهني يدخلون سوق الشغل مباشرة بعد استكمال الفترة التكوينية، مضيفة أنه تم خلال هذه السنة فتح أكثر من 22 ألف موطن تكوين، في حين تجاوزت الترشحات 33 ألف مطلب. أكثر من 70% من المتخرجين نتاعنا يلقاو شغل في 6 أشهر الأولى من التخرج نتاعها، ما يقعدش حتى 6 أشهر بطال ويبدأ يخدم على روحه. في الدورة هذه حلينا أكثر من 22 ألف موطن تكوين، عدد الترشحات عنا أكثر من 33 ألف بتفاوت على الاختصاصات، معناها في اختصاصات عنا أكثر من 500%، حلوا 100 موطن تكوين نلقاو آلاف الدوسيات، وفي اختصاصات تلقاها في 100% 300% بتفاوت. احنا زاد عنا مراكز إن شاء الله في طور البناء، ولا قاعدين نشوف فيهم كمشاريع في بعض الولايات. تستعد جمعية إبصار لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية إلى إطلاق حملة رقمية تمتد من 13 من أكتوبر إلى 3 من ديسمبر المقبلين، وتهدف هذه الحملة وفق ما أكده للأخبار رئيس جمعية إبصار محمد المنصوري إلى القطع مع خطاب الكراهية والتنمر على أساس الإعاقة، وإعداد مشروع قانون لتجريم التمييز على أساس الإعاقة. هذه تأتي بعد توصل جمعية إبصار من منظورها ومخالفتها ومناصريها. ما تلقيناه هو العديد من الشكيات حول التنمر والاستهزاء، وبعض الأحيان يصل الأمر إلى الإقصاء على أساس الإعاقة. هذا الإقصاء والتنمر وهذا الاستهزاء يجب أن ينتهي، ويجب أن نضع له حدا. من أجل ذلك جمعية إبصار تسعى بتضافر الجهود، وخاصة مع البرلمانيين المناصرين لحقوق ذوي الإعاقة، من أجل إرساء قانون يجرم هذا النوع من عدم احترام الاختلاف. لأنه يعني أكثر من 1,200,000 شخص من ذوي التدوير الإعاقة. تسعى جمعية إبصار من خلال الحملة التي سنطلقها في شهر أكتوبر إلى 3 ديسمبر اللي هو اليوم العالمي والوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أحذية هذا القانون، من أجل أن نخلق شعبا تونسيا يحترم الاختلاف. مع اقتراب العودة المدرسية تتجدد معاناة أولياء التلاميذ ممن لديهم صعوبات واضطرابات التعلم، نظرا للعوائق التي يواجهونها لإدماج أبنائهم في المدارس العمومية، رغم أن هذا الحق مضمون بموجب القانون. أحلام الجازمي ومتابعة للموضوع. أعدادهم في تزايد، ورغم حقهم في الدمج المدرسي بموجب القانون التوجيهي عدد 83 لعام 24 و2000، فإن التلاميذ الذين يعانون من صعوبات واضطرابات التعلم يصطدمون بعوائق عديدة وبواقع مدرسي لا يواكب احتياجاتهم ولا خصوصية حالاتهم، وفق ما يوضحه رئيس الجمعية التونسية لصعوبات واضطرابات التعلم طارق السعيدي. صعوبات واضطرابات التعلم في تونس ما زالت معضلة كبيرة اللي عانوا منها أطفالنا. 2009 تقدر نسبة متاحهم 21%، والأطفال اللي عندهم اضطرابات التعلم تقدر نسبة متاحهم 10%. ثم الصغيرات خلين اللي عندهم اضطرابات عصبية، هذوما نسبتهم في تونس في 2009 11%. المكان الطبيعي متاع الصغيرات هذوما هي المدرسة العادية، وقت اللي يكون نسبة الاضطراب متاحهم خفيفة ما يشكلش اضطراب على مستوى تمشي متاع القسم، باش نجمو نعملو له ملف الدمج المدرسي متاعو. المدرسة رغم وجود التشريعات اللي تكفل حقوق الأطفال هذوما في الدمج، نلقاو ديما صعوبات على مستوى التطبيق. الأسباب نقص في التكوين الإطار التربوي، اكتظاظ الأقسام، وعدم توفر المختصين على مستوى الإدارات الجهوية للتربية بكامل تراب الجمهورية. ويشدد رئيس الجمعية التونسية لصعوبات واضطرابات التعلم
الدكتور طارق السعيدي على ضرورة الدمج المدرسي لهؤلاء التلاميذ بطرق بيداغوجية ملائمة، منتقدا غياب تأهيل الإطار التربوي وتكوين الأولياء، داعيا وزارة التربية إلى التدارك. المطلوب ان في الاصل في الدمج، الشرط الاول هو ان الاهل وندربوا الطفل في حد ذاته، مش يعملوهم المختصين، والمختصين هذوما باش يعلموا الاولياء كيفاش يعملوا، وفي نفس الوقت باش يعلموا المربين. تدريب وتكوين المستمر للمعلمين والمربين على كيفيه التعامل مع هذه الفئه من التلاميذ، تشريك وتكوين افراد العائله وزملاء التلميذ لكي لا يكون الطفل هذاك ضحيه للتنمر. عندنا في تونس المعهد العالي للتربيه المختصه اللي خرج مربين اختصاص نتاعهم انهم يتلهوا بالفئات هذوما، علاش لا يقع انتدابهم من وزاره التربية باش يعاونوا المعلمين العاديين على انهم يتعهدوا بالصغيرات هذوم. هم اصحاب حق في الدمج المدرسي، ولكنهم كثيرا ما يحرمون منه ما يستوجب حلولا هيكلية. نشرة الاخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. يوم 42 بعد 300 من الحرب الصهيونية على قطاع غزة، قالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات 24 الماضية 3 مجازر راح ضحيتها 34 شهيدا ونحو 100 جريح. وأسفرت غارات وعمليات قصف صهيونية خلال الساعات الماضية عن سقوط شهداء وجرحى في مناطق رفح وجباليا وخان يونس وحي الزيتون، فيما نسف احتلال مباني سكنية في المناطق الشمالية لمخيم البريج وسط القطاع. وبالضفة الغربية المحتلة استشهد 3 فلسطينيين في قصف الاحتلال شرق مدينة طول كرم، فيما اعتقل جنود الاحتلال 40 فلسطينيا خلال اقتحامات في مختلف محافظات الضفة الغربية. على الصعيد الإنساني، قالت منظمة الصحة العالمية إن القصف المتكرر على المستشفيات والمدارس والملاجئ أسفر عن استشهاد مدنيين وعاملين بالمجال الإنساني، وصفة ما يحدث للفلسطينيين في غزة بالرعب الحقيقي. سياسيا، استنكرت حركة المقاومة حماس تصريحات المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي الذي اتهم فيها الحركة بأنها العقبة الرئيسية أمام التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وفي سياق متصل، وزعت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة مشروع قرار معدل على أعضاء الجمعية العامة يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال ما لا يتجاوز 12 شهرا من تاريخ اعتماد القرار. ويدعو النص المرتقب التصويت عليه في 18 من هذا الشهر الدول إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ووفق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. ويطرح المقترح الفلسطيني المعدل فكرة إنشاء آلية دولية للتعويض عن الأضرار والخسائر والإصابات الناجمة عن أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. المرصد التونسي للخدمات المالية يحذر من التلاعب بإجراء تخصيص 8% من أرباح البنوك لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. قريبا دخول معبر حزوة الحدودي الرابط بين توزر والجزائر حيز الاستغلال. معاناة عدد من أولياء تلاميذ يشكون من صعوبات التعلم وعراقيل إدماجهم في المؤسسات التربوية العمومية كان موضوع متابعة في النشرة. وفي العالم، 34 شهيدا في 3 مجازر صهيونية في قطاع غزة، ومنظمة الصحة العالمية تصف الوضع في غزة بالرعب الحقيقي. مع تحيات نعيمة سولي، في أمان الله.